مشاهدينا وللوقوف أكثر على التطورات في غزة وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال وسط دعم أمريكي وغربي والتغطية على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. معنا عبر تطبيق زوم من رام الله النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ بسام الصالحي. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. ومن اسطنبول عبر الهاتف الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ إبراهيم العلي. مرحبا بكم أستاذ إبراهيم. مرحبا بكم، مساء الخير. أهلا بكم. نبدأ مع الأستاذ بسام. أستاذ بسام، وزير الخارجية المصري يجدد على رفض مصر لقرار تهجير أهالي غزة، هل يعني بذلك أن غزة على وشك أن يعني تواجه الهجوم البري والاجتياح البري الإسرائيلي؟ غزة، مساء الخير للجميع. طبعا غزة كل يوم هي في أتون هذا الهجوم الإسرائيلي المستمر، والشهداء والضحايا الذين يسقطون كل دقيقة في قطاع غزة، وكما ذكر تقريركم هناك الأمثلة العديدة على ذلك، عفوا، في المستشفيات وفي مراكز الوكالة الغوث وفي المدارس، ولا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة. وبطبيعة الحال مع التهديد المتزايد بما تسمى الحملة البرية، سيكون هناك المزيد من جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة. نحن واثقون تماما بأن الغطاء الأمريكي والأوروبي الواضح، ومع الأسف حتى الذي يظهر مدى التفاهة في المشاهد التي شاهدناها اليوم من رئيس الوزراء البريطاني وغيره، الذي يحاول أن يظهر الأسلحة التي يقدمها لإسرائيل وكأنها لعب أطفال، يعني هذا، يعني هذه قمة التفاهة وقمة السخافة لدى دول يفترض أنها دول كبرى أعضاء دائمة في مجلس الأمن، عندما تتلاعب في هذا الشأن مع عواطف وحشية لدى جمهورها تحاول أن تسوقها من خلال مشاهد غير مألوفة ولا تعكس أي جدية وأي مسؤولية من دول كبرى بهذا الحجم، عندما سواء في التصريحات التي عبر عنها الرئيس بايدن أو وزير خارجيته أو رئيس الوزراء البريطاني أو من يتسابق غيره الفرنسي وغيره في القدوم إلى إسرائيل لإظهار الولاء وأيضا لإظهار الأمر، وكأن هناك يعني نزهة تقوم بها قوات الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني بشكل يومي. نحن طبعا نخشى تماما من استكمال واستمرار هذه المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، بما في ذلك المخطط الأساسي الذي تم الإعلان عنه في البداية ولا يزال قائما، وهو تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تمهيدا لعملية تهجير أخرى أيضا في الضفة الغربية. ولهذا نعم، هناك قلق حقيقي وتخوف من هذا المخطط الذي يوجد تواطؤ معه مع الأسف من قبل دول كبرى كالولايات المتحدة وغيرها. طيب استاذ بسام، خليك معنا. نتوجه الى الاستاذ ابراهيم. يعني اعلان الاحتلال اليوم اخلاء سفاراته في العديد من البلدان، الى اي مدى يؤشر على عدم القبول الشعبي العالمي لما يجري؟ ماذا تبقى من اتفاقيات التطبيع المعلنه وغير المعلنه؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللاخوه والساده المشاهدين على هذه القناه الكريمه، وشكرا للاستضافه. حقيقة يعني هذه الخطوة هي نتيجة الضغط الشعبي الذي بدأته الأمة من محيطها إلى خليجها ومن شرقها إلى غربها، ضد يعني السلوك الصهيوني العدائي المدعوم أمريكيا وغربيا ضد الشعب الفلسطيني. هذا الحراك كان لابد من يعني كسر الحواجز والوصول إلى هذه السفارات او القنصليات او البعثات الدبلوماسيه لبيان ان الشعب العربي والشعب المسلم واحرار العالم لا ترضى بان يعني ترتكب هذه الجرائم، جرائم الاباده بحق الانسان الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزه، يعني ضمن اي مبرر وضمن اي حجج يعني يسوقها الاحتلال لتبرير فعلته هذه. الشعوب، الغضب الشعبي العربي والمسلم والحر في العالم قادر على تغيير المعادلة. اليوم الرواية الصهيونية، نعم، مع بداية الأحداث استطاعت اللوبي الصهيوني تمرير لرواياته خلال اليوم الأول والثاني، ولكن عندما بدأت العالم
تتيقن صحة الرواية الفلسطينية والكذب والادعاءات والاحتلال الصهيوني بما جرى داخل فلسطين، بدأ الرأي العام العالمي يتغير نحو نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض بشكل يومي إلى المجازر من قبل الاحتلال الصهيوني، الذي يعني ليست هي المرة الأولى التي يرتكب فيها هذه المجازر، إنما هذا هو ديدنه وهذا هو يعني تاريخه مكتوب بالدم ومنذ نشأته في يعني في 48 وما قبل ذلك، أثناء يعني ما كانت عصاباته الهجانة والبلماخ وغيرها تنشط في فلسطين وترتكب المجازر ضد أبناء شعبنا العزل بتواطؤ ودعم من الانتداب البريطاني في ذاك الوقت. وفي هذا الزمان، الزمان يعيد نفسه، أمريكا اليوم تدعم، بريطانيا تدعم، فرنسا تدعم، ألمانيا تدعم، الغرب كله يدعم، ولكن لماذا هذا الدعم؟ هذا الدعم كله لحماية هذا المشروع المسخ الذي يعني الدولة الحاجزة التي أرادوا لها أن تكون بين شطري الوطن العربي وتكون معسكر متقدم للإمبريالية العالمية لضرب أي حراك عربي في المنطقة. طيب أستاذ بسام، في نفس النقطة وفي ذات الإطار، ما سر الدعم الأمريكي المطلق والغربي والبريطاني والغربي بصورة عامة للاحتلال، وخصوصا بعد المجازر المستمرة منذ 13 يوم، وخصوصا مع قصف مستشفى المعمداني في القطاع الذي راح ضحيته 500 من المرضى ومن الذين كانوا يريدون اللجوء من أجل الأمان؟ إلى ماذا يؤشر؟ هل هو ضوء أخضر بقتل كل ما هو مدني يتحرك في قطاع غزة؟ وماذا عن اتفاقيات مع الاحتلال بعد هذا الضوء الأخضر؟ طبعا الرئيس الأمريكي أوضح تماما ما كنا نقول دائما حول هذا المشروع الإسرائيلي والصهيوني الذي زرع في المنطقة، حيث قال بأنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لوجدناها. هم يريدون هذه الدولة في هذا المحيط العربي لكي يقوموا بخلقك كشرطي للمصالح الاستعمارية في منطقة الشرق الأوسط، ووجدنا أنها لعبت منذ نشأتها هذا الدور على امتداد كل التاريخ الماضي، سواء في العداء أولا للشعب الفلسطيني ثم للشعوب العربية. شهدنا عدوان على مصر أكثر من مرة، على سوريا، على الأردن، على لبنان، على العراق، على يعني لا يوجد منطقة عمليا في العالم العربي، سوريا بطبيعة الحال لا يوجد منطقة في العالم العربي سلمت من أذى هذه الدولة التي تلعب دور شرطي الحراسة للمصالح الأمريكية والأطلسية في منطقة الشرق الأوسط. ومن الواضح تماما أن هذا المشروع تلقى ضربة كبيرة، وتم اهتزاز صورة هذا المؤسسة وهذا الكيان في 7 تموز. ومن الصعب في تقديري لا يستطيعوا أن يرمموا هذا المشهد الذي كسر العديد من الأساطير ومن المشاريع التي بنيت على أن إسرائيل بإمكانها أن توفر الأمن لدول المنطقة، وأنها من خلال التطبيع تحمي الدول العربية من خطر إيران ومن أشياء أخرى عديدة، وإلى غير من ذلك مما شهدناه من محاولات تسويق على مدار السنوات الماضية. هذه الصورة اهتزت تماما، وظهرت هذه المؤسسة الصهيونية بكل مكوناتها ضعيفة وأعجز من أن تؤدي هذا الدور. وبطبيعة الحال هذا يأتي في ظل تغيرات دولية وإقليمية كبيرة يتغير فيها عالم الهيمنة الأمريكية والأطلسية للعالم العالم إلى عالم يعني تظهر ملامح التعددية في القطبية فيه، وكذلك يظهر أن منطقة الشرق الأوسط بدأت تتحرر وخصوصا دولها الأساسية من التبعية المطلقة للولايات المتحدة وهيمنتها في المنطقة. ولذلك الولايات المتحدة الآن هي تدافع عن مصالحها من خلال إسرائيل وعبر الدفاع عن إسرائيل. ولهذا السبب وجدنا الرئيس الأمريكي ووزير دفاعه ووزير خارجيته يأتون للمشاركة في جلسات مجلس الحرب في إسرائيل وحكومة الحرب في إسرائيل في مشهد غير مسبوق أصلا. حتى اليوم الصحافة الإسرائيلية تقول أن بدل أن تظهر الولايات المتحدة مكانة إسرائيل ودعمها لإسرائيل، هي أظهرت أنها
عمليا يعني لا توجد دولة مستقلة اسمها إسرائيل، وإنما أن الولايات المتحدة هي التي تدير شؤونها الآن وتوفر الحماية لها وتريد أن ترفع معنوياتها وغير ذلك من المشاهد التي لمسناها. أعتقد أن الولايات المتحدة الآن أصبحت مضطرة بشكل أو بآخر كما يقولون إلى أن تقوم بتنظيف الكمامة بأنفسها في المنطقة، حيث لم يعد بإمكانها أن تختبئ خلف أي طرف بما في ذلك إسرائيل. ولهذا الذي يدير الحرب الآن هو الولايات المتحدة وليست إسرائيل، أو أكثر هي أكثر من إسرائيل. الذي يدير هذه الحرب ورخصة استمرار هذه الحرب هي الولايات المتحدة ومعها بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى التي كما قلت يعني تقدم هذا المشروع باعتباره مشروعها الأساسي. إسرائيل صنيعة الاستعمار، وكل القراءات السابقة كانت تظهر أن هذا الاستعمار أراد إنشاء هذا الكيان وزرعه في المنطقة وهو يحافظ عليه من أجل أن يحافظ على مصالح هذه الدول الإمبريالية. ولهذا السبب رأيناها تأتي مهرولة عمليا، ليس للدفاع عن إسرائيل وإنما للدفاع عن مصالحها، والتي هي في رأيي لن توفق في كل ذلك. العالم يتغير والإقليم يتغير والمنطقة تتغير، وأصلا قدرات هذه الدول مهما بلغ البطش والجرائم التي يرتكبونها أيضا يتغير. نحن واثقون أن المستقبل سيكون أفضل لعالم أفضل دون هذه الهيمنة الإجرامية التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل. طيب أستاذ إبراهيم، يعني بموازاة دفع سكان غزة إلى التهجير وطرح هذا السيناريو، حكومة نتنياهو تعلن خطة لإجلاء سكان عسقلان، إلى أي مدى يؤشر هذا إلى انتكاسة الاحتلال على عكس ما يظهر أمام العالم؟ يعني النزوح الذي يعني يشهده اللي تشهده اليوم مناطقنا المحتلة، يعني في مناطق عسقلان وأسدود، هو نزوح بفعل ضربات المقاومة وليس نزوح يعني طوعي بالنسبة لهؤلاء. وبالتالي هناك إحصائيات تقول هناك أكثر من 100,000 نازح يعني من هذه المناطق باتجاه أراضينا 48، يعني باتجاه الداخل الفلسطيني. هذا أمر، ولكن هنا يجب التفريق ما بين المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وما بين يعني مناورة لإبعاد هؤلاء الصهاينة عن المناطق التي يمكن أن تصلها صواريخ المقاومة أو يعني أو الهاون أو غير ذلك. فالمشروع الصهيوني من بداياته أحد أهم المرتكزات التي قام عليها هو تهجير السكان. فهو يعني كما تعلم أستاذي الكريم ويعلم ضيفنا أن المشروع الصهيوني هو مشروع إحلالي، يعني يقوم على انتزاع الفلسطيني من أرضه وترحيله منها وجلب عناصر أخرى لتكون في هذا المكان. فاليوم هو يدفع بسكان غزة للخروج ومن غزة باتجاه مصر باتجاه أي مكان آخر خارج فلسطين. هذا ديدنه، يعني حتى أن هذا المشروع، مشروع توطين يعني الفلسطينيين في سيناء، كان قد طرح من بداية النكبة، يعني في عام 1952 طرح هذا المشروع ورفضته الدول العربية ورفضته الفلسطينيون ورفضته مصر تحديدا، يعني باعتبار أنه كان يعني داخل مصر. فهذا يعني هذا أمر. والوحشية التي يتعامل بها هذا الاحتلال مع السكان المدنيين العزل هي محاولة يائسة منهم لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة داخل غزة، يعني حتى يعني يخلق شرخ ما بين المقاومه بكل فصائلها وما بين المدنيين. الا ان هذا يعني لا يكون، لان الشعب الفلسطيني اصلا هو شعب معبأ، شعب واعي بقضاياه الوطنيه، يعرف انه شعب يعني يعاني من الاحتلال منذ اكثر من 75 عام. يعني نحن بنحكي على 360 كيلو متر مربع فيها 2.3 مليون بني ادم. هدول 71% منهم من اللاجئين. منين هدول لجؤوا؟ ما لجؤوا من مصر ولا لجؤوا من الاردن ولا لجؤوا من سوريا، انما هدول لجؤوا من اراضي ال 48، يعني جاءوا من حيفا ويافا وعكا والجليل. هدول يعني على بعد امتار ولا بعد كيلو بعض، يعني بضعه كيلومترات عن اراضيهم. وبالتالي الفلسطيني عندما يعني اقتحم ودخل الى يعني من خلال سواء مسيرات العوده او من خلال طوفان الاقصى،
هو كان متجه إلى أرضه، إلى مقدساته، إلى بيته الذي هو خارج، يعني متروكا خارجه منذ أكثر من 75 عام. نعم. طيب، في ذات النقطة نتكلم أستاذ بسام، يعني دعم الاحتلال، دعم أمريكا للاحتلال اليوم إلى أي مدى يشبه دعم أو اتهام العراق قبل 20 عاما باحتوائه على أسلحة الدمار الشامل، وكذلك وجود علاقة مع تنظيم القاعدة؟ اليوم الاحتلال وأمريكا يريدون القضاء على حماس، مسح حماس من قطاع غزة، إلى أي مدى يستخدمون حماس ذريعة من أجل القضاء على القطاع وإفراغ سكانه منه؟ نعم، هذا صحيح تماما. ومن البداية استحضر رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو محاولة تشبيه بأن هذا يشبه 11 سبتمبر، ثم بعد ذلك المقاربة مع داعش، ثم بدأ يتحدث حتى عن النازية، وكل ذلك من أجل ترويج هذا المظهر وإعطاء هذا المشهد لتشويه حالة الصراع الحقيقي بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل من جهة، وكذلك لتشويه آلية وأداة المقاومة الفلسطينية كأداة مشروعة أيضا دوليا في مواجهة الاحتلال. هم يريدوا أن يحققوا 3 أغراض في واقع الأمر. الغرض الأول إبعاد العالم والمجتمع الدولي عن أي أبحاث أو أي دراسة أو أي معالجة لجوهر الصراع نفسه من خلال حل القضية الفلسطينية، وهنا نرى أن هناك مفارقة واضحة تماما بين المقاربة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أولا وصف ما يجري باعتباره مشابه للحصار النازي للينينغراد في حينه، وأن مظهر أن هذا كل ما يجري هو نتيجة فشل الولايات المتحدة في حل القضية الفلسطينية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة في محاولة لتوضيح أن جوهر الصراع هو الحقوق الفلسطينية التي يجب أن تعالج، ولم تؤدي السياسة الأمريكية وغيرها إلا إلى المزيد من تكريس الاحتلال. الأمر الثاني الذي يريدون أن يظهروا هو أن المقاومة الفلسطينية في جوهرها هي غير مشروعة، وهي حركة لها طابع إرهابي، وبالتالي يعني يسحبوا شرعية الحق في المقاومة، وهذا بحد ذاته ليس فقط مخالف لكل الأعراف التي كفلتها القانون الدولي والشرعية الدولية لأي شعب تحت الاحتلال، وإنما تخصيص التمييز حتى ضد الشعب الفلسطيني بصورة عنصرية بأنه من غير شعوب العالم، لا يجوز له أن يستخدم النضال والمقاومة من أجل إنهاء الاحتلال عن أرضه، وبالتالي هم يريدوا أن يجرموا حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال دفاعا عن حقوقه المشروعة. والأمر الثالث كما تفضلت هو أيضا تحويل حركة حماس من حركة في إطار المقاومة الفلسطينية إلى حركة ذات إرهابية، وبالتالي عزلها وإخراجها عن القانون وممارسة سيل هائل من الإجراءات التي سنشهدها تأتي تواليا، سواء من الولايات المتحدة أو من المجتمع الناتو أو غيره باتجاه هذه الحركة. ولهذا من الطبيعي تماما أنهم أرادوا أن يشيطنوا كل الحالة الفلسطينية حقوقا ومقاومة وأيضا حق التواجد للتنظيمات الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس وإخراجها عن القانون بشكل كلي على المستوى الدولي. هذا تماما يشبه الترويج والتسويق الذي تم في العراق من أجل ضرب العراق وتدمير العراق. الآن المعركة هي ليست في حقيقة الحال مع حركة حماس لوحدها، المعركة مع حقوق الشعب الفلسطيني، المعركة مع حق المقاومة المشروع أصلا الذي بدأ قبل حماس وسيستمر مع حماس وإلى أن يحقق الشعب الفلسطيني استقلاله الوطني. هم يريدوا أن يجربوا كل هذا التاريخ للشعب الفلسطيني، وهذا وأن يقودنا إلى سؤال يستخدموا أستاذ بسام. أدوات التسويق التي استخدموها في العدوان الغاشم على العراق، وأن يدمروا غزة وفلسطين ويهربوا من السؤال الأساسي وهو إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. نحن هنا نرى في ذلك المظهر المباشر لرؤيتين،
المقاربة التي كما قلت تمثلها روسيا والصين ودول العالم الأخرى جنوب أفريقيا غالبية دول العالم، والرؤية التي أو المقاربة التي تمثلها الولايات المتحدة بشكل خاص ومعها بريطانيا نعم. وألمانيا وفرنسا طيب، وغير دعنا وبعض فقط الدول نسأل الأوروبية أستاذ التي هي إبراهيم في واقع سؤال، الأمر نعم قبل شريك أن ينتهي أساسي الوقت. للعدوان على نعم. الشعب الفلسطيني. طيب أستاذ إبراهيم، هل أنت معنا؟ أستاذ إبراهيم؟ نعم، معك طيب، أستاذ. بموازاة ما يتكلم عنه الأستاذ بسام، اليوم المقاومة بدأت من قبل حماس ومستمرة معها. على الجانب الآخر، الضفة الغربية وموقف الضفة الغربية في الأراضي المحتلة وسط الدعوات في الغد إلى مسيرات غضب. إلى أي مدى أهمية هذا الموقف الشعبي؟ هناك من يرى أن ما يجري للوجود الفلسطيني هو تهديد للوجود الفلسطيني في الضفة قبل غزة نفسها. نعم أخي الكريم، يعني الكيان الصهيوني هو لن يقف، يعني إذا لا سمح الله تمكن من القضاء على المقاومة في غزة، هو لن يقف في غزة، إنما سوف يتوجه إلى الضفة الغربية ويهجر أهل الضفة الغربية وكذلك إلى أراضي ال 48 ويهجر أهالي ال 48، لأنه هذا الشعب، يعني هذا الكيان لا يستطيع أن يتعايش معه أحد أصلاً، يعني كيان قاتل ومجرم. وبالتالي يجب أن يكون هناك، وهذا هو موجود، يعني أنه وعي كامل ووعي كبير لدى شعبنا الفلسطيني داخل الضفة الغربية وداخل ال 48. مهم جدا أن يتحرك الكل الفلسطيني، حتى الدعم الفلسطيني من الشتات أو من خارج فلسطين، يجب أن يكون هناك إسناد لأهل الداخل لأهل غزة، حتى لا يستفرد هذا العدو بغزة وحدها ويستطيع من أن يتمكن منها. ونسأل الله تعالى أن يعني أن لا يكون هذا أبدا. وبالتالي حراك الضفة الغربية هو حراك مهم جدا، رغم كل التضييقات ورغم كل الممارسات القمعية التي يقوم بها الاحتلال، إلا أن هناك يعني حراك شعبي، يعني شهدته الكاميرات وشهدناه نعم. جميعا يعني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن هناك يعني من المهم جدا أستاذ أن يكون يعني أن تكون الضفة الغربية أراضي 48 دول الطوق في فلسطين كلها أن تكون يعني هي على تماس مباشر وعلى يعني تواصل مباشر مع ما يجري داخل فلسطين. يعني الاحتلال الصهيوني يرى في الأردن أنه هو الوطن البديل، وبالتالي يعني قد يعني لن يكون الأردن سالما من مخططات الكيان الصهيوني، لذلك يجب أن يعي هذا جيدا. لا سمح الله إذا انتصر هذا العدو، لا سمح الله، فقد انتصر مشروعه في المنطقة كلها. اليوم المقاومة في غزة هي رأس الحربة التي تدافع عن الأمة جميعها، يعني الكيان بالفعل. الصهيوني يطرح مشروعه من الفرات إلى النيل، نعم. فإذا يعني من يقف في وجه هذا المشروع؟ نشكركم الشكر الجزيل، نشكر ضيفينا من رام الله النائب المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ بسام الصالحي، ومن اسطنبول عبر الهاتف الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ إبراهيم العلي، نشكركما على هذه المداخلة.